دكتور محمد، صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. عايزين نطمن من حضرتك، واحنا كنا لسه بنتكلم مع ضيفنا العزيز عن ان ماتش النهارده ماتش من الصنف الثقيل، فالحاله المعنويه عامله ازاي؟ مستوى الجاهزيه عند اللعيبه عامله ازاي؟ عايزين نطمن من حضرتك، اتفضل يا فندم. ماتش بكره حضرتك؟ ماتش بكره. هو مش النهارده ماتش الامريكي؟ بكره. لا لا، بكره. بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر. اوكي. النهارده عندنا التمرين الرئيسي الاخير. اوكي. ان شاء الله البعثه هاديه جدا جدا. اللاعبين منتظمين وملتزمين جدا، الاداريين على اعلى مستوى، والحمد لله الكوتش مطمئن وهادئ، والكابتن محمود بيتصل بينا طول الوقت يطمئن على الفرقه من اول ما وصلنا، والحمد لله كل شيء مستفيد والامور هادئه. تمام. حجم الجاهزيه بتاعنا يتماشى مع حجم ثقل المنافسين اللي احنا هنضطر نقابلهم في مباريات مختلفه؟ الحمد لله الفريق جاهز، ينقصه لاعب واحد يعني تخلف عن الفرقه لاسباب مرضيه. الفرقه مقدره، عارفين طبعا الفرق المستويات قوي جدا، لكن عندنا امل ان شاء الله ان احنا نمثل تمثيل جيد جدا ونوصل للمركز ان شاء الله. وهم مقدرين المسؤوليه، فان شاء الله ربنا يوفق يبقى فقط توفيق ربنا. ان شاء الله خير باذن الله. احنا كمان متفائلين ومتعشمين ان احنا ان شاء الله يعني نسعد باداء فريق سله النادي الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله اللي بتضم الكبار على مستوى العالم كله. دكتور محمد، صباح الهنا على حضرتك طبعا، وهستغل انا وكريم برضه، اهلا بحضرتك، هنستغل برضه وجودك معانا ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي عن فرقتنا تحديدا. احنا شايفين اداء اكثر من رائع في الفتره اللي فاتت والموسم كمان اللي فات تحديدا الاستثنائي على كل الرياضات بصراحه في النادي الاهلي، وده ان دل على شيء يدل على اداره ناجحه وتخطيط ناجح ويعني لعيبه كمان على اعلى مستوى. هل احنا بنتكلم بقى مع بدايه الموسم ان شاء الله الجديد هيكون في برضه تدعيمات مختلفة، هيكون في نظام مختلف؟ خلينا نعرف من حضرتك الرؤية إن شاء الله لموسم يكون بنفس القوة إن لم يكن أفضل. تفضل دكتور محمد. حضرتك عارفة الفرقة الحمد لله بقى لها زي ما حضرتك تفضلتي بقى لها فترة على مستوى ثابت، بطولات جيدة جدا. السنة اللي فاتت ما خسرناش الحمد لله غير البطولة العربية، وحضرتك تعلمي الظروف اللي كانت صحيحة وخسرنا إزاي في المباراة النهائية. غير كده الفرقة منتظمة ومستواها مستقر الحمد لله. مستر روسكي راجل هادئ جدا وعلميا وفنيا جيد جدا، لان الفرقه علاقاته طيبه بيهم، قريب منهم، بيحبوه، وهو بيتعامل معاهم بصوره يعني فنيه ومعنويه جيده جدا. عندنا ان شاء الله نرجع القاهره بعديها بايام، نطلع باذن الله الكويت في البطوله العربيه، وبعدها السوبر المصري في البحرين. الجدول معمول واتفق عليه ومعمول كتاب كل حاجه، كل التفاصيل الكبيره دي بيعملها كويس جدا مع جهاز الفني والكتاب. رائع. يعني انا شايف زي حضراتكم متفائل في المستوى السابق والحالي ان شاء الله. رائع جدا. اعتقد ان احنا فنيا واداريا مستقرين وكل حاجه مرتبه ان شاء الله. فنتمنى توفيق ربنا. باذن الرحمن، باذن الرحمن، بنتمنى كل النجاح والتوفيق، ونشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا فندم.